بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا التسجيل الأول الخاص بمقياس تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة المختصرة بأنتيك. إذن هذا المقياس مقدم من طرف الأستاذ سلامي سمير في المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيلدا. هذا المقياس موجه لمستوى السنة الرابعة أساتذة التعليم المتوسط كات بيهم. إذن في هذا التسجيل الأول سنتطرق إلى خارطة الطريق وقواعد عامة. إذن سنتطرق للنقاط التالية. أولا التعريف بالأستاذ، لأنه ممكن هذا أول لقاء لكم بها. ثاني حاجة أتطرق لها هي الحجم الساعي والتوقيت الأسبوعي الذي سيتطلبه المقياس. ثالث نقطة راح نتطرق لعدة قواعد راح تضمن السير الحسن للحصص، وأيضا سأقوم بشرح بطريقة شفافة عملية التقييم والتنقيط. في الأخير سنتطرق لطريقة إلقاء المحاضرات والولوج للدروس عن طريق منصة مودل. إذا نبدأ بأول نقطة وهي التعريف بالأستاذ. إذا أنا الأستاذ سلامي سمير من مواليد ولاية بجاية. تحصلت على عدة شهادات علمية وشغلت عدة مناصب. إذا تحصلت على شهادة البكالوريا سنة 2003. في 2008 تحصلت على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من جامعة 20 أوت سكيلتا. بعد تحصلي على شهادة مهندس، دونك شغلت وظيفة عامل مساعد في الإعلام الآلي في مركب البتروكيمياء يونيب سي بي ان كا. ثم سنة 2009 شغلت مهنة مهندس مطور في الإعلام الآلي في المؤسسة الوطنية للصيانة عفوا سوميك أسبيا. ثم في 2011 انتقلت للعمل في مركب المواد البلاستيكية سي بي دو كا كمهندس شبكات وقواعد بيانات. في نفس الوقت كنت شاركت في مسابقة ماجستير في أواخر سنة 2011 وبداية سنة 2012. نجحت في هذه المسابقة، وبالتالي أصبحت أجمع بين العمل في المجال الصناعي ومواصلة دراساتي العليا في الماجستير. ولصعوبة ذلك دونك قررت الانتقال إلى جامعة 20 أوت سكيلتا سنة 2014، وشغلت منصب مهندس شبكات وحماية. في سنة 2015 تحصلت على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي من جامعة 20 أوت سكيلتا. ثم توظفت في المدرسة العليا كأستاذ مساعد ثم محاضر بشهادة الماجستير منذ سنة 2015. مؤخرا تحصلت على شهادة الدكتوراه في شهر جوان في الإعلام الآلي من جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري. إذن هذا باختصار بعض الشهادات العلمية والوظائف التي شغلتها. للاطلاع أكثر على سيرتي الذاتية يمكنكم البلوج لموقعي على الإنترنت، أين ستجدون معلومات أكثر وأيضا مجالاتي البحثية المختلفة. ننتقل الآن إلى النقطة الثانية وهي الحجم الساعي للمقياس. إذن الحجم الساعي للمقياس هو موضح في الجدول التالي. إذن المقياس يحتوي على أربع مجالات مفاهيمية رئيسية. المجال المفاهيمي الأول هو بيئة التعامل مع الحاسوب و l'environnement de travail avec l'ordinateur. إذن في هذا المجال سنقوم بستة محاضرات، منهم
واحدة نظرية وخمسة أعمال تطبيقية بنسبة 30% من البرنامج. المجال المفاهيمي الثاني المكتبية أو برمجيات أوفيس. إذن في هذا البرنامج أو عفوا في هذا المجال سنتطرق إلى برمجيات وورد، إكسل، وباوربوينت. إذن سنقوم بعمل 7 محاضرات ما يقابلها 7 أعمال تطبيقية. هذا ما يشكل 36% من البرنامج. المجال المفاهيمي الثالث هي تقنيات الويب أو لتكنيك جواب. إذن سنقوم ب5 محاضرات و4 أعمال تطبيقية، لأنه فيه وحدة هي وحدة HTML شوية طويلة راح نشوف فيها محاضرتين. إذن نسبة هذا البرنامج أو المجال 25% من البرنامج. أخيرا المجال المفاهيمي الرابع والأخير هو تطبيق التيك في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. في الحقيقة هذا المجال ليس من تخصصي، ولكن سأحاول أن أقدم لكم كل ما استطعت إيجاده في هذا المجال. إذن سنقوم بمحاضرتين وعملين تطبيقيين، أي ما هو نسبة 10% من البرنامج. إذن في المجموع سنقوم بحوالي 20 محاضرة ما يقابلها 30 ساعة و18 عمل تطبيقي، أي حوالي 27 ساعة. إذن في المجموع سنحتاج إلى ما يقارب 75 إلى 60 ساعة. إذن مدة المحاضرة تساوي مدة العمل التطبيقي وتساوي 1.5 ساعة تقريبا. بخصوص التوقيت الأسبوعي، إذن كما جرت العادة أسبوعيا سنحتاج إلى 2 محاضرات وعمل تطبيقي بالنسبة للأفواج أو بالنسبة لمختلف الأفواج. ولكن هذا السنة بما أنكم فوج واحد سنقوم بمعظم المحاضرات عن بعد، سنحاول القيام ب2 محاضرات ما يقابلهما 2 عملين توجيهيين كل أسبوع. ننتقل الآن إلى القواعد التي تتضمن السير الحسن للحصص. أول شيء هو الالتزام بقواعد الصحة والسلامة في هذا الظرف الخاص. إذن أنتم جميعكم على علم بالبروتوكول الذي تم اعتماده من طرف وزارة التعليم العالي. إذن سأقوم بتذكير ببعض القواعد، منها غسل اليدين 3 مرات في اليوم، استعمال المعقمات والمطهرات التي ستكون متوفرة في أروقة المدرسة، تفادي تصافح بين الطلبة، وأيضا اجتناب التجمعات والأماكن المغلقة، الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص حوالي 1 متر أو 1.5 متر، وأخيرا الالتزام بارتداء الكمامة لأنها إجبارية. طبعا هذه القواعد تخص بشكل كبير التعليم الحضوري. بالإضافة لهذه القواعد أيضا يجب التقيد ببعض النقاط، وهي أولا التأخيرات والخروج. إذن بخصوص التأخيرات، لا يسمح التأخر أكثر من 10 دقائق عن الحصة. إذن بعد هذه 10 دقائق سيتم إقفال القاعة ولا يمكن الدخول. بخصوص الخروج، هو مسموح طبعا، ولكن يجب أن يكون بطريقة منظمة، بحيث أن الطالب لا يخرج أكثر من مرة في الحصة. وأيضا إذا طلب الخروج يجب أن يرجع بسرعة وليس في آخر الحصة. ثاني نقطة هي التعويضات في الأعمال التطبيقية أو التوجيهية. إذن هذا ممنوع في حالتكم لم يكون هناك مشكل، لأنه أصلا أنتم فوج واحد. ثالث نقطة هي
ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أو وضعها في الوضع الصامت، لأنه بخصوص النقطة الثالثة هذه والنقطة الأولى هي تسبب عدم احترامها، راح يتسبب في تشتيت الطلبة والأستاذ في المحاضرات، وهذا غير مسموح. آخر نقطة وهي نقطة مهمة هي تعيين ممثلي الأفواج أو ممثل الفوج في حالتكم. إذن ممثل الفوج راح يلعب دور الوسيط بين الطلبة والأستاذ أو الطلبة والإدارة. مثلا إذا أنا أردت أن أوصلكم بمعلومة معينة، دونك سأحاول التواصل مع رئيس القسم أو ممثل الفوج، وهو بدوره سيحاول التواصل معكم لإيصال المعلومة. وأيضا في الاتجاه الآخر، إذا الطلبة عندهم انشغال سيحاولون التواصل مع ممثل الفوج، اللي هو بدوره راح يوصل هذا الانشغال إما للأستاذ أو الإدارة. إذن هذا فيما يخص القواعد العامة لضمان السير الحسن للحصص. ننتقل الآن إلى التقييم وطريقة التنقيط المنتهجة في هذا المقياس. إذن أنا أتبع معايير تقييم الأعمال الموجهة والتطبيقية، المسطر من طرف المدرسة والمصادق عليه من طرف المدرسة منذ سنوات. إذن قبل الدخول في التفاصيل، توجد نقطة الاختبار، وهو اختبار كتابي يكون على 20. إذن هذه نقطة واحدة. فيما يخص نقطة الأعمال الموجهة والتطبيقية، هي في الحقيقة نقطة مشكلة من عدة أشياء، وسنقوم بشرحها في هذا العرض. إذن المكون الأول لنقطة أو تقييم الأعمال الموجهة هو التقييم المستمر، ويكون على 10 نقاط. إذن التقييم المستمر هو عبارة عن اختبارات مصغرة قصيرة المدى تجرى قبل الامتحان، ينظمها المسؤول على المقياس، وتصحيحها يعتمد على التصحيح النموذجي وبالتشاور طبعا والتنسيق مع أساتذة الأعمال الموجهة. في مقياسكم إذن أستاذ المحاضر هو أستاذ الأعمال الموجهة. إذن سنحاول القيام بامتحان مصغر قبل الاختبار العام. بالإضافة لهذا، ستقومون ببحث أو مشروع مصغر. هنا للأستاذ الحرية في اختيار إما امتحانين مصغرين أو امتحان مصغر ومشروع. بخصوص المشروع، سنحاول تقسيم الفوج لعدة مجموعات. ستقوم بالبحث أو المشروع ثم إرساله، وإذا أمكن القيام بمناقشته ثم تقييمه من طرف الأستاذ. إذن هذا فيما يخص التقييم المستمر. ننتقل للمكون الثاني لتقييم الأعمال الموجهة والتطبيقية، وهي نقطة المشاركة، وتكون على 4 نقاط. إذن المشاركة هي منتوج الطالب الشفوي، تترك معايير تقييمها للأستاذ في الأعمال الموجهة. إذن هنا نقطة المشاركة بخصوص التعليم عن بعد راح تكون عندها علاقة بتفاعل الطالب مع الأستاذ من خلال منصة مودل أو البريد الإلكتروني. بخصوص التعليم الحضوري، راح تكون تقييمها خاص أولاً بحضور الطلبة في المحاضرات ومشاركتهم، وأيضا المشاركة في الأعمال الموجهة. ننتقل الآن إلى المكون الثالث، وهو المواظبة، ويكون على 3 نقاط. إذن المواظبة تتمثل في حضور الدائم والمستمر للطالب في الحصص التطبيقية. طريقة تقييمها راح يكون حسب الجدول الموضح هنا.
إذن هي نقطة راح تكون عندها علاقة مباشرة بعدد الغيابات في حصص الأعمال التطبيقية أو التوجيهية. مثلا في حالة مقياس سنوي، إذا الطالب غاب 0 مرة راح يأخذ العلامة الكاملة وهي 3. إذا غاب من 1 إلى 3 غيابات راح يأخذ علامة 2. إذا غاب الطالب من 4 إلى 6 غيابات راح يأخذ نقطة. وإذا غاب أكثر من 6 غيابات راح يأخذ علامة 0، وأظن سيقصى إداريا من المقياس، لذا يجب الحذر بخصوص هذه النقطة. طبعا هذه نقطة المواظبة راح تكون عندها علاقة بالتعليم الحضوري وليس التعليم عن بعد. آخر مكون من مكونات نقطة تقييم الأعمال الموجهة والتطبيقية هي السلوك والانضباط، وتكون من 3 نقاط. إذن راح تشمل تحكم الطالب في التأخيرات عن موعد الحصة، اهتمام وانشغال الطالب أثناء سير الحصة، التحلي بالسلوك الحسن مع الأستاذ وزملائه أثناء سير الحصة، وأيضا التقيد بالتعليمات بكل جدية. إذن هذه النقطة راح تكون عندها علاقة مباشرة بمدى احترامكم للنقاط اللي كنا سبق وذكرناها في النقطة السابقة. هنا مثال عن طريق مثال لتقييم طالب. مثلا هنا عندنا طالب فلان علان، عدد غياباته في حصة الأعمال الموجهة أو التطبيقية 0. إذن نقطة المواظبة 3 وهي النقطة الكاملة. بخصوص التقييم المستمر، دونك كان فيه امتحان مصغر أخذ نقطة 10 من 10، بالإضافة إلى بحث أو مشروع أخذ علامة 9.5 من 10. في علامة المشاركة أخذ 3 من 4، والسلوك 3 من 3. إذن نقطة الأعمال الموجهة والتطبيقية تحسب بالشكل الآتي: إذن الامتحان المصغر الأول زائد المشروع تقسم على 2 للتحصل على علامة التقييم المستمر، زائد المكونات الثلاثة لتقييم الأعمال الموجهة وهي المشاركة، المواظبة، والسلوك. دونك بهذا نتحصل على نقطة الأعمال التطبيقية والتوجيهية من 20. ثم على الطالب اجتياز اختبار عام كتابي ينقط على 20. يمكن للطالب دخول الامتحان الشامل في حالة عدم تفوقه في الاختبار. ثم علامة المهدل النهائي تحسب بالشكل الموضح أسفل. إذن علامة الامتحان أو الامتحان الشامل يضرب في معامل 2، نضيف له علامة الأعمال الموجهة، الكل يقسم على 3. مثلا في المثال المعدل النهائي للطالب هو 19.25 من 20. إذن هذا فيما يخص التقييم وطريقة التنقيط. ننتقل الآن إلى طريقة إلقاء المحاضرات بالنسبة للتعليم الحضوري. إذن سنستعمل بشكل كبير جهاز العرض أو الدطاشو. إذن جهاز العرض سيسمح لنا بالقدرة على العرض المرئي للمعلومات، وبالتالي السرعة الفائقة في إجراء العمليات وربح الوقت. أيضا راح يقدم العديد من الفرص والاختبارات أو الاختيارات عفوا أمام المتعلم، وأيضا القدرة على التحكم وإدارة العديد من الملحقات، مما سيسمح لنا بالتطبيق أو لابراتيك في المحاضرات. إذا الأستاذ سيقوم بعد المحاضرة بتطبيق، ثم يتسنى للطلبة في الأعمال الموجهة التطبيق بأنفسهم. طبعا استعمال
العرض واللواحق الإلكترونية، هذا لا يعني أنه لا يكون كراس أو كناش خاص بالمقياس لتدوين الملاحظات، لأنه أحيانا سيتم ذكر ملاحظات أو نقاط لا يتم وضعها في العرض ويجب تدوينها، لأنه ممكن راح تكون في مواضيع الاختبارات أو الامتحانات المصغرة. سنتكلم الآن قليلا عن قاعة الإعلام الآلي بالنسبة للتعليم الحضوري. أيضا هنا سنقوم باستعمال جهاز العرض أو الداتاشو، ولكن من الأفضل القيام بما يسمى بمخطط الجلوس. إذا ما هو مخطط الجلوس؟ مخطط الجلوس هو عبارة عن تنظيم يقوم به الطلبة في أول حصة عند دخولهم لقاعة الإعلام الآلي، بحيث كل طالب يقوم باختيار مكان وجهاز حاسوب ويبقى فيه طول السنة. لماذا هذا؟ لأن هذا راح يسمح بتنظيم أولا القاعة، ثانيا راح نربح الوقت لأنه كل طالب راح يكون على علم بمكانه، أيضا راح يسمح للطالب بالتعود على الجهاز والتبليغ عن الأعطاب في حالة وجودها. نعطيكم مثال بسيط، مثلا في أول حصة طالب يدخل ويستعمل جهاز حاسوب، بعد مدة راح يكتشف أنه مثلا منفذ الـ USB الأمامي لا يعمل، إذا راح يبلغ على هذا العطب، وكحل أولي راح يستعمل منفذ USB الخلفي للجهاز. في الحصة الموالية لنفرض مثلا أنه طالب آخر أخذ هذا جهاز الحاسوب، هنا راح يصير مشكل لأن هذا الطالب راح يأخذ وقت طويل لكي يكتشف أنه فيه مشكل في منفذ USB الأمامي، وعليه راح يضيع وقت وراح يضيع أيضا شرح الأستاذ، وأيضا يمكن يضيع الوقت للأستاذ لحل هذا المشكل. لذا من الأفضل التقيد بمخطط الجلوس بحيث كل طالب يختار جهاز في أول حصة ويبقى في نفس المكان كل العام. إذا هذا فيما يخص مخطط الجلوس. أيضا في قاعة الإعلام الآلي ستجدون مجلد خاص بالمقياس باسم أنتيك تيري 4 PM. إذا هذا المجلد يحتوي على عدة مجلدات ثانوية خاصة إما ببرمجيات أو لواحق خاصة بالمقياس. إذا راح توجد هذا المجلد الأول المسمى TPUTE Logiciel. إذا في هذا المجلد راح تلقى مجموعة من برامج المحاكاة التي سنستعملها في المجال المفاهيمي الأول. كاين أيضا مجلد آخر اسمه TD Exo Efficie. دونك في هذا المجلد راح تلقاه مجموعة من الملفات والنماذج وسلاسل الأعمال الموجهة والتطبيقية التي سنقوم باستعمالها خصوصا في المجال المفاهيمي الثاني. وأيضا راح توجد مجلد أخير مسمى تيك فيزيك إيشيمي، هنا راح تلقوا باقة من البرامج في مجال تطبيق التيك في الفيزياء والكيمياء. إذا هذا كل ما يخص قاعة الإعلام الآلي بالنسبة للتعليم الحضوري. الآن ننتقل لآخر نقطة وهي طريقة الولوج للدروس، وهذا طبعا يخص التعليم عن بعد. إذا في هذا الأمر سنقوم باستعمال منصة مودل. إذا نظام مودل هو نظام لإدارة التعليم الإلكتروني أو Learning Management System، تم تأسيسه على مبادئ تربوية بحتة، ويتم استخدامه من طرف آلاف المؤسسات التعليمية عبر العالم، ومن بينهم المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي سكيكدا.
إذن للولوج للمنصة عليكم أولا الدخول على موقع المدرسة www.anset-skikda.dz. إذن بعد الولوج لموقع المدرسة عليكم بالنقر على إما أيقونة e-learning أو التعليم عن بعد أو على التبويب التعليم عن بعد. إذن بعد النقر على التعليم عن بعد راح تحصلوا على الموقع الرئيسي للمنصة هو e-learning.anset-skikda.dz. ثم عليكم باختيار القسم الخاص بكم، في حالتكم هو قسم الفيزياء والكيمياء ديبارتمون دو فيزيك اي شيميك. إذن بعد الدخول للقسم راح توجد السنوات المختلفة، إذن عليكم اختيار السنة الخاصة بكم وهي السنة الرابعة. إذن بعد الولوج للسنة عليكم اختيار الشعبة، في حالتكم أستاذ التعليم المتوسط PEM بروف دونسينيمون موين. بعد اختيار الشعبة راح تخرج لكم مجموعة من المقاييس الخاصة بالشعبة التي تنتمون إليها، من بينها مقياس تكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال أنتيك الخاصة بالأستاذ سلامي سمير. إذن بعد النقر على المقياس المنصة راح تطلب منكم تسجيل الدخول. إذن لتسجيل الدخول عليكم بوضع اسم المستخدم وكلمة المرور. للطلبة الذين لم يتحصلوا بعد على اسم مستخدم وكلمة مرور عليهم التقرب من مصلحة الإعلام الآلي بالمدرسة لإنشاء حساب على المنصة. إذن بعد إنشاء حساب عليكم بتسجيل الدخول، ثم المنصة راح تطلب منكم مفتاح للدخول إلى المقياس أو المحاضرات. في حالتكم المفتاح هو في شي كاب، في كي مثل فيزيك، شي مثل شيمي، وكات هو السنة الخاصة بكم. ثم النقر على زر مانسكرير في المحاضرة. إذا بعد التسجيل في المحاضرة راح يظهر لكم محتوى المقاييس، محتوى المقياس من محاضرات. هنا راح تلقاوه مقسم إلى عدة مجالات مفاهيمية. مثلا في المجال المفاهيمي الأول بيئة التعامل مع الحاسوب راح تلقاو عدة محاضرات، وكل محاضرة عندها الأعمال التطبيقية الخاصة بها والبرمجيات أو الوسائل التي سيتم استعمالها. مثلا في المحاضرة الأولى هذه بعد النقر عليها راح تحصلون على نافذة فيها المحاضرة بشكل ملف PDF يمكن للتصفح. هنا الشيء الإيجابي أنكم يمكنكم التصفح المحاضرات دون تحميلها، خصوصا للطلبة الذين يلجون للمنصة باستعمال الهاتف الذكي. بالإضافة لهذا يمكنكم تحميل المحاضرة لجهاز الحاسوب أو جهاز الهاتف الذكي. أيضا يمكنكم طباعتها إذا كانت هناك طابعة متصلة بالجهاز، أو إضافة الملف لقرص درايف أو جوجل درايف الخاص بكم. سنحاول الدخول مباشرة للمنصة ليتسنى لكم فهم الأمر بشكل جيد. إذن
نحن هنا في الموقع الرسمي للمدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي www.ansat-kigda.dz. إذن بعد الولوج للموقع عليكم الدخول أو النقر على تبويب التعليم عن بعد. إذن بعد الدخول على التبويب راح يظهر لكم الموقع الرسمي للمنصة وهو e-learning-ansat-skigda.dz. ثم عليكم اختيار القسم الخاص بكم، في حالتكم هو ديبارتمون فيزيك اي شيمي. إذن بعد الولوج للقسم عليكم اختيار السنة، في حالتكم السنة الرابعة، ثم الشعبة وهي شعبة PM بروف دونسينيمون موين. إذن هنا راح تتحصلوا على عدة مقاييس خاصة بشعبتكم، منها مقياس تكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال أنتيك للأستاذ سلامي سامي. هنا راح تلقوا مقدمة صغيرة والمجالات المفاهيمية التي سنتطرق إليها. إذن عليكم بالنقر على المقياس. هنا المنصة ستطلب منكم تسجيل الدخول، في حالتي سأقوم بتسجيل الدخول باستعمال حسابي. إذن بعد الولوج للمنصة أو تسجيل الدخول راح تطلب منكم مفتاح المحاضرة، والذي سبق وقلنا أنه في شيكات. إذن بعد تسجيل الدخول ووضع المفتاح راح تتحصلوا على المحاضرات الخاصة بالمقياس. مثلا هنا تلقوها مقسمة إلى مجالات مفاهيمية اللي كنا ذكرناها، بيئة التعامل مع الحاسوب، المكتبية وورد إكسل باوربوينت، ثم تقنيات الويب، وأخيرا تطبيق التيك في العلوم الفيزيائية والتكنولوجي. طبعا في المرحلة الأولى هذه راح تلقاو فقط المجال المفاهيمي الأول اللي هو بيئة التعامل مع الحاسوب. مثلا في هذا المجال عندكم عدة محاضرات، منها المحاضرة الأولى اللي هي تقنية المعلومات، وهي محاضرة نظرية بحتة. إذن بعد الضغط على رابط المحاضرة راح تخرج لكم نافذة فيها المحاضرة على شكل ملف PDF يمكنكم تصفحه مباشرة دون تحميله. إذن بالإضافة إلى التصفح يمكنكم تحميل المحاضرة على شكل ملف PDF بالنقر على تيليشارجي. هنا يمكنكم تحميلها مباشرة على الحاسوب. بالنسبة للمحاضرات الأخرى ستجدون رابط المحاضرة زائد الشرح فيديو الذي سيتم إدراجه كل مرة. بالإضافة إلى المحاضرات والشرح ستجدون أيضا الملف الخاص بالعمل التطبيقي أو الموجه. مثلا في المحاضرة الثانية تجميع الحاسوب راح يكون عمل توجيهي خاص أو عمل تطبيقي عفوا خاص بهذه المحاضرة. دونك عندما تنقرون على الرابط راح تشوفوا محتوى العمل التطبيقي. مثلا في العمل التطبيقي الأول هذا الخاص
بتجميع الحاسوب راح تتعلموا مراحل تجميع أو تركيب الحاسوب. إذن راح نحتاج إلى قاعدة التطبيق، إلى أجهزة الحاسوب وبرنامج محاكاة. إذن النشاط المقترح هو تجميع الحاسوب باستعمال المحاكاة وبرنامج IT Essential Virtual Desktop. إذن هذا البرنامج يمكنكم تحميله مباشرة عن طريق هذا الرابط. إذن بعد تحميل البرنامج وتنصيبه يمكنكم التطبيق مباشرة وتجميع الحاسوب بهذا الشكل. في المنصة راح تجدون كل المحاضرات والأعمال التطبيقية والشروحات اللازمة. إذن هذا كل ما يخص هذا التسجيل الأول. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.